كلنا نعلم أن المجتمع العربي هو مجتمع فتي، يشكل فيه الشباب ما يقارب 60% من تركيبة هذا المجتمع. هل هذه النسبة هي تحدي أم فرصة؟ هل هي عبء؟ ومن هو المسؤول عن إعداد الشباب ومستقبلهم؟ حقيقة الأمر أن الشباب بحاجة إلى فرصة وبحاجة إلى دعم لإخراج مواهب ومهارات مدفونة وكامنة لم يتسنى لنظام التعليم إخراجها أو صقلها، وهنا يأتي دور برنامج إنجاز من خلال برامج ودورات تقوم على 3 محاور أساسية، وهي الجاهزية لسوق العمل، الثقافة المالية، وريادة الأعمال. لم يكن لهذا النجاح أن يرى النور لولا دعم شركاء برنامج إنجاز، دعم من القطاع العام ممثل بوزارة التربية والتعليم، والخاص ممثل بالشركات الخاصة الداعمة ماليا. لدينا حلم، هذا الحلم أن نصل إلى 1,000,000 طالب وطالبة سنويا بحلول عام 2022. هذا الحلم أصبح خارطة الطريق وأصبح شغف نعمل عليه ليل ونهار للوصول ولتحقيق هذا الهدف.